انت قاعد تغرب من الطير نفسه الحين، فصار عنده كسر حاجز الخوف، اخذها ولا ما اخذها. بالبدايه ياخذ ويحذف على اساس انه شنو يراويك انه ترى انت ما اغريتني. صحيح. فما ايس فرد اعطيك اقدم، فقمت ايبس شويه، فصار عمليه الشد، هو يسحب وانا اسحب، هو يسحب وانا اسحب، صار عمليه الجوكينج غشمره بيني وبينه. لا صار كسر حاجز. بعدين قمت اعطي وبصبعي المس المنقار، فكسرت حاجز الخوف خلال يعني ساعات ما شاء الله. عرف شلون؟ عقبها بديت معه بجانب التدريبات لغايه ما انتهينا من معظم الطيور الدارجه عندنا هنا بالكويت من ناحيه السلوكيات مالتها واليه تفكير الطير شلون صايره. صحيح. عرف شلون؟ فقدرت امتلك مفاتيح للطيور خلينا نسميها، شلون اتعامل معها، عرفت سلوكياتها نقول. ايوه. فحطيت لي سي في كامل حقي انا، هذا نقول اجتهاد شخصي منك، اجتهاد شخصي او هي بصمتي تجربتي بالحياه ما شاء الله، لكيفيه التعامل مع الطيور الناطره او فنون التعامل على حسب خبرتك. على حسب خبرتي وتجاربي انا، ودعمتها بتجارب الاخرين، التجارب طبعا عن طريق البحث. عرف شلون؟ هذه عن طريق البحث. طبعا هذه صارت ما بعد الانفتاح اللي هو خلينا نسميها يوم اللي قدرنا نمتلك العالم بديننا. صحيح. اللي دشينا سهلت عمليه الجوجل مع جوجل وهالامور هذه، فصارت عندنا من السهوله الوصول للمعلومه. عرف شلون؟ فبديت اطور من نفسي شيء فشيء لغايه ما وصلت حق مرحله ان بديت انزعج، ان اي ادرب الطير راسا يتعود على طبايعي، كون ان انا املك المفاتيح، ولكن عشان اسلمه حق صاحبه ما يقدر يوصل حق اللي انت وصلت له. ابتلش بالفعل، ابتلش الطير تعود على سلوكياتي وعلى طبايعي، الشخص اللي هو صاحبه يعتبر غريب حقه، فما يبي يطبق معه، ما يبي يطبق، خايف منه. فاصبح انت الحين ما اعطيت صاحب الطير شيء، صار عندي جانب عدم الثقه بيني وبين المربي. صحيح. ابو عبد الله انت ما سويت لي شيء، ما سويت لي شيء، الطير جبت لك اياه وحشي معي، ورديته لك وحشي، ورديته لي هم وحشي معي، هو انصاع لك يعني. انت اوكي انت شايله وتقلب فيه وتلعب معاه ويتجاوب معك، ولكن معي وحشي، فاصبح ان المشكله موجوده. صحيح. ما تغيرت، فاضطريت اني تعال اقعد اسولف معاه افهم شخصيته. دخلت المربي ماله، المربي هني دشيت بجانب ثاني هني عشان افتهم سلوكيات المربي نفسه وشخصيات المربي نفسه. هني بديت لازم ادش دورات اطور فيها من نفسي. صحيح. عشان اقدر اتعامل مع الجمهور فيها او مع الناس فيها. هني دشيت دورات الـ NLP اللي هي برمجة العقل. برمجة العقل. هني شلون ابدي ابرمج عقلي ان شلون اقدر اخاطب الشخص اللي قدامي. ما شاء الله. انزين شلون آلية تفكيره؟ هو شنو سلوكياته؟ عدواني مو عدواني، عصبي مو عصبي، من نوع اللي خواف مو خواف، شلون اقدر اوصل حق عقل الشخص اللي قدامي باسرع طريقه من غير ما ابين له يعني بفراسه نقول بالكلام بينك وبينه تفهم بالضبط. شخصيته تفهم شخصيته بالبادي لانجويج، الحركه مالته. صحيح. طريقة أدائه بالكلام، طريقة نظراته إذا يفكر على اليمين أو تفكير على الشمال، هذه تعطيك اختلافات تختلف وايد. عرف شلون؟ هذه كلها غراءات بالنسبة لك أنت أبو عبد الله. فهذه كلها سلوكيات الشخص نفسه، وهم طورتها مع الطير. عرف شلون؟ فاكتشفت أن فيها تطور أسرع. فهني بديت أفهم المربي هو شنو؟ شنو سلوكياته؟ شخصيته. وشنو شخصيته؟ وكذلك هذا الطير شنو شخصيته؟ وشنو سلوكياته؟ شلون اقربهم من بعض؟ هني شنو الحلقه المفقوده بين الاثنين؟ ركبها على بعض تنتهي المشكله. هني افتكيت انت من فتره زمنيه بالتدريب، افتكيت ان الطير ما يتعود على طبايعك. ولا يقعد عندك. ولا يقعد عندك. بحيث انه خلاص. يعني هم احنا نقول هذا بعد هم عليك ان طير شخص عندك انت مجاب له، تعتبر امانه، تخاف عليه امانه، أمانة إيه؟ وتقعد تحاتي الجانب الصحي مالها، يعني هذه روح معرضه حق مرض باي لحظه. صحيح. الحمد لله رب العالمين ما حصلت معانا هذه الشغلات طول فتره تدريب،
ولكن هذه روح ممكن انها تحصل صح، يمكن انها تحصل اللي هي الامراض الموسميه، عندك سوء التغذيه، عندك وايد عوامل توصل الطير حق المرض، عرف شلون؟ فانا ابتعد عن هالجانب هذا ووخرت او وقفت جانب تدريبي حق الطيور توقيف كامل نهائي. يعني دخلت في جانب تدريب، جانب تدريب الاهالي او جانب تدريب اصحاب الطيور. اصحاب الطيور ايش كثر صار لك يا عبد الله من بلشت الدورات؟ قبل تقريبا 5 سنوات الى 4 سنوات، 5 4 سنوات الحين بالضبط انا ماني ذاكر. اول ما بديتها دورات جماعيه، كان افتح باب التسجيل حق من 5 إلى 10 مقاعد. تمام. وكنت اقرا سلوكياتها واقرا سلبياتها وايجابيات الدورات هذه نفسها، فلقيت ان الدوره الجماعيه دوره سلبيه بجميع ابعادها، عرفت شلون؟ تمام. ومشروع فاشل لابعد الحدود بالنسبه لي انا، مو بالنسبه حق الدورات الثانيه. والسبب اللي هو ان قاعد تشوف الاستفاده مو كامله. الاستفاده مو كامله لان راح يصير شنو؟ الشخصيات مختلفة عن بعضها. أكيد. تلاقي واحد كثير الأسئلة، ماكل الجو. صحيح. في واحد خجول مو قادر يسأل. في صحيح. واحد تلاقي بطيء التركيز. عرفت شلون؟ فأنت تحتاج إنك ما يعني توقف سالفة المجموعات هذه. سالفة المجموعة صارت بالنسبة لي متعبة، لأن بعد انتهاء الدورة اللي هي فترة الثلاث أيام اللي هي كل يوم وترك انا اعطي اللي هي 3 ساعات، فشفت ان حصادها نسبة النجاح فيها توصل الى من 40 إلى 60%. يعني يقول مثلا 3 إلى 6 أشخاص من 10 بالضبط. فاصبح ان انا بالنسبة لي انا في ناس ما افتهم كمدرب فاشل، اذا بقيم نفسي ما افت الناس. صحيح. اعرف شلون؟ فاضطريت اني اخذها كصورة فردية. قللت العدد؟ قللت العدد. فخلاص الحين اذا بي ادش مع الدوره اللي فرد واحد فقط لا غير. واسهل لك انت بالتعامل بعد. اسهل بالتعامل وايد. الوقت يمكن اقل. ما ابدي معاه بالصفر، ابدي معاه في الاماكن اللي هو وقف. انت اول شيء شوف شخصيته نفسه وشنو ناقصه. بالضبط. يعني كنت الدورات السابقه ابدي معاهم بالصفر. من ناحيه طريقه التغذيه، الاقفاص، الأماكن المناسبة، اختيارك حق الطير شنو، كل هذه يعني دورة شاملة متكاملة. فشفت إنه ما له داعي، المربي يبي على قولتهم الزبدة، عطني الزبدة واترك البدايات، القرقة زايدة على على كتر، لأنه مهما تسولف راح هو يبي هو يبي جزء معين يحتاج. أنا جاي لك حق هالشغلة، علمني هالشغلة وخلاص توكل على الله. أعرف شلون؟ فهني تغلصت من 3 أيام وكل يوم 3 ساعات إلى يوم واحد من 2 إلى 3. أنت منتهي من الشخص خالص، من الألف إلى الياء. هو على قولتهم وابداعاته، أكو متابعات ما بعدها، والله أنا نسيت الشغلة الفلانية، ولا أنا وصلت حق هذه المرحلة شنو أطور، أقدر أطور من ذاتي مع الطير وندش. صحيح. هني نفتك، قلصنا على قولتهم، عدلت الجهد الذاتي اللي أنا قاعد أبذله مع المتدرب، عرف شلون؟ ووقت المتدرب ووقتي انا. انت قللت الوقت؟ إيه؟ قللت الوقت، قللت الجهد وزدت الاستفاده. بالضبط. صحيح. فصار على قولتهم جرعه مركزه فائدتها اكبر، فائدتها اعلى، عرف شلون؟ وفتره زمنيه قليله. فدائما اخذ المتدرب مع الطير ماله الشخصي. انت جايني تبي تتعامل مع طيرك، عندك مشاكل مع هذا الطير، تعال انت والطير. صحيح. فاقعد معك، بس بحيث انه ما يجيني بساعات الورشه. اكيد. اي فلازم يجيني بساعات، ساعه انت تتفق فيها بينك وبينه، نتفق انا وياه فيها على اساس انه خلاص افضل انت تكون فاضي جاهز له. اي لان انا ابي شنو راح يكون معاه، انا راح اتعايش شخصيته هو، وراح اتعايش شخصيه الطير نفسه. فتلاقيني مره اقول للطير شنو يبي منك، من الايحاءات اللي قاعد يسويها، الحركات اللي قاعد يسويها. كذلك هو نقدر نقول، ما قاطعك ابو عبد الله، انت تحتاج اول شيء فتره تشوف الطير نفسه شنو سلوكياته. هني يبين كان ان انا مارست وايد. اكيد في خبرتك طبعا مار عليك. يبين معي سلوكيات خلال على قولتهم الدقائق الاولى. صحيح. عرفت شلون؟ واحط المحاذير ان المكان جديد عليه، قاعد يكتشف، قاعد يشوف يكتشف، بس يبين نفس البشر
الآدمي الخجول غير الآدمي الجريء، الآدمي المتفكر غير اللي على قولتهم تفكيره محدود على قده. أكيد. في نفس الطريقة ترى هم بالطير كذي موجود، تلاقي طير لهلوب، طير نشيط، ولا طير على قده، إمكانياته ضعيفة، إمكانياته ضعيفة، ما عنده بطيء، مهارات بالحياة عالية. لازم أنظر حق عمر الطير شنو. صحيح. عرف شلون؟ هل هو توه الحين قاعد يلعب؟ توه يعني أنا يؤلمني كثير إن كلمة سالفة والله الطير غبي، لا طير ما أكبر. ما في غبي، ما في طير غبي، ما في طير غبي نهائي. عرف شلون؟ أكو طير في ما دش على قولتهم مهارات الحياتية مالته، طريقة استيعابه. يعني أنت حاطه بقفص بحياة أسر، ما أعطيت المساحة الكافية إنه يستكشف. صحيح. أو ما أعطيته الحياة الفطرية اللي هي النظامية مالته. أنت مو مجابله شخصيا. ما جابلت. في نقطة قلتها أبو عبد الله عن المتابعة الشهرية، وشفنا دفتر متابعة شهرية. نعم. تكلمنا عن النقطة هذه. بالنسبة حق الدفتر مع المتابعة الشهرية. اللي هو صح لنا يا عبد الله. الدفتر يتمركز على نقاط ثمانية تتوقع، اللي هو هذا الدفتر. تمام. متابعة الشهرية له. تمام. تركز على النقاط هذه كلها، اللي هي تاريخ الزيارة، أول زيارة للطير عندك، أول زيارة، الوزن. تمام. ماله ايش كثر بحزة سيارته، وضع الريش شنو هو، تالف مو تالف، في تشققات. هذه كلها قراءات حق الوضع الصحي ماله، اني حق الاقدام، الجلده مالت القدم، الفطريات الموجوده، هذه كلها قراءات قاعد تعطيني فحص كامل. فحص شامل. اتي حق الاظافر كذلك، فيها تشوهات ما فيها تشوهات. تمام. فيها انحرافات، فيها بتر، فيها شيء، يعني هذه كلها تسجل. اتي حق هم نفس الطريقه المنقار، اللي هي الايد مالت الطير نفسها. صحيح. عرف شلون؟ فهم هذه لازم تكون بعين الاعتبار. اتي حق الانف اللي هي فتحات التنفس مالته. عرف شلون؟ فهذه النقاط التركيزيه دائما نركز عليها، لان هي المرآة، هذه الاساسيات، المرآة مالت الطير، الاساسيات مالته. عرف شلون؟ هذه شهريه تكون متابعه بينك وبينه. متابعه شهريه. بالنسبه حق المتابعه الشهريه هي تجيني اصحاب الطيور او الهواة حق تقليمات الاظافر، اللي الزياره اللي نقول معتاده، الزياره المعتاده هي تقليمه الاظافر. يحتاج الطير تقليم الاظافر من 6 الى 8 اسابيع، من 6 الى 8 اسابيع، يعني كل شهر ونص الى شهرين. ولكن ليش يا مندني انت تحدنا ان متابعه شهريه؟ عشان انه يصير اكو تدخل سريع، خلال 30 يوم اكو قراءه تغيرت، اكتشف الشيء اللي بيصير، اكتشف الشيء ما قبل، يعني تفعل. صحيح. عرف شلون؟ لعبه الوزن هي تعطيك جانب التغذيه شنو، وبنفس الوقت تعطيني فرصه افضل للعلاج. بالضبط. الريش، وضع الريش من تبدي البهاته معناته ان الاضاءه عندك مو صح. الاضاءه اي. عرف شلون؟ لعبه الاضاءه تعطي زهاوه اللون مالت الطير. حتى التغذيه ابو عبد الله، حتى التغذيه تلعب دور في الريش. يعني الريشه تغذيتها خارجيه وداخليه. خارجيه تاخذ من الضوء، من الضوء نفسه، من تجدد الهواء، من السباحه. السباحه. عرف شلون؟ الداخليه من التغذيه نفسها. اذا ماكو تغذيه صح الريشه ما قاعد داخل، خلاص ما قاعد تهوى، تصير بسهوله ضعيفه، بسرعه تنكسر. السباحه ضروريه، لا تخشن الريشه عشان لا يصير فيها تقصفات وتتكسر، وهم تتجدد التنظف. بالنسبه حق الاضاءه، الاضاءه هي لعبه الفيتامين دال، اللي هي نقول بديل الشمس. بديل الشمس. صحيح. اللي هي او الشمس خلينا نسميها، اللي هي الفيتامين د يطلع مع اشعه الشمس، اللي هو اعوذ بالله من ابليس، الماده الشمعيه اللي تكسر ريشه نفسها. صحيح. اللي تعطيها المرونه انها ما تتكسر. عرف شلون؟ وتعطيها الزهاوه والنعومه اللي قاعد نمسح على طيورنا، الملمس مالها ناعم. هذه ترى كلها ببيت الزيت، لو تلاحظ هذا الذيل ونهاية الظهر اكو شيء ناط، هذا يسمونه بيت الزيت. بيت الزيت هو اللي زيت الريش. يضغط بمنقاره الطير، وهذه ترى دارجه على جميع الطيور. احنا نلاحظ في وقت التنظيف ووقت ترتيب الريش، فيضغط عليها، ياخذها بمنقاره، يبلل منقاره بالزيت، ويبدي يدهن الريش ماله. تجي تلاقي، خلنا ما يخالف من نقطه الزيت نتطرق على جانب السباحه.
اكو سباحة صحية واكو سباحة سلبية. عطنا الفرق يا عبد الله. السباحة الصحية اللي هي عن طريق الرذاذ. الرش نقول بالكويت. الرش هنسميها. اللي هي السباحة التقليدية ما نسميها السباحة الطبيعية. السباحة الطبيعية بالسباحات او البرك المائية قاعد يطبش فيها الطير وقاعد ياخذ كفايته ويسبح. اما السباحة على الرذاذ الاصطناعية اللي هي الرذاذ. هي افضلهم. في ناس تحطها تحت الدوش وتصب عليه المي. او في ناس بالهوز ترشح عرف شلون. وفي ناس تليف تفرك عرف شلون. صحيح. فهذه كلها نسمونها السباحة السلبية. سلبية. قاعد تمسح المادة الشمعية اللي يكسيها تضر الطير. وقاعد تضر الطير. عرف شلون. في بعضهم حتى بالسباحة الرذاذ قاعد يغرق الطير. قاعد يزيد جرعة الماء. يزيد جرعة الماء. وهذا الشيء مو مطلوب. هي مجرد شنبخة مجرد ترطيب الريشة فقط لا غير. ما الطير نفسه هو يبدي ياخذ القطرات هذه الموجودة بالريش ويمررها على الريش الداخلي. سبحان الله. عرف شلون. لان انت في بعضهم يقول لك مندني انا لازم اشوف جلدة الطير يا الله اللي يعتقد انه صار نظيف. وهذه من زيادة. الخطورة انك توصل حق جلدة الطير بالرش. توصل لمرحلة نقول خلي هو يوصل. صعب على الريش. صعب صعب على الطير نفسه انه يجفف. لان اكو الريشة الريشة الخارجية بعدين الريشة الداخلية اللي احنا نسميها الزغب الناعمة. الناعمة. صحيح. عرف شلون. هذا اللي عملية التبريد وقت اللي يفرش الريشة يعطي عملية التبريد او التدفئة حق جسمه. عرف شلون. لذلك انت 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 وخرت هالموضوع هذا يعني نقعت الطير فهو مو عارف لا يبرد ولا يدفي نفسه. عفست الدنيا كلها. عرف شلون. فهني هذه من سلبيات السباحة. عرف شلون. فهذا اللي عرجنا عليها مساعة وانتقلنا من بيت أكيد. الزيت على السباحة معلش على أساس هذه. لا أكيد إحنا نوصل معلومة للكل منك وناخذ ونستفيد منك. نرد حق نقطة الزيت هذه هي نفس ما قلت لك إن الطير يرد يضغط في هذه المنطقة مخزن الزيت أو علبة الزيت أو غرفة الزيت ويبدي زيت فيها الريش ماله. سباحة الدوش اللي هي سباحة الأمطار نسميها تمحي الجانب الريش هذا جانب الزيت. المادة الشمعية أو الزيت الموجود توخرها. لو تلاحظ أنت فترة هطول الأمطار الطيور تتجنب توخر توخر تحاول تبعد يا تحت الشيار أو تأخذ ذرة على قولتنا هني. ليش؟ لأن تخاف على نفسها من تلف. المخاطر. أكو بعض الطيور تلاقي خلاص انجبرت انها ما في مجال انها يوخر على المطار توخر فتلاقيها تفرد جنحانها وتغطي راسها وتفرد جنحانها فيعتقد ان المربي ان الطير والله قاعد يتفاعل معاي او قاعد يتفنن او مرتاح يتفاعل معاي وقاعد يتراقص وانا سبحه والمقابل هو قاعد يتجنب وهو قاعد يتجنب منطقه الصدر لان هي اسرع منطقه يتاثر فيها الطير نقول يمكن يستمر بالبروده عرفت شلون ويوصل حق مرحلة المرض فيها فتلاقي برا الشاش او برا ذات تلاقي يغطي نفسه على اساس انه شنو يبعد عن منطقة الصدر يحمي نفسه من منطقة الجهاز التنفسي ماله عرف شلون والعين والاذن والصدر والصدر سبحان الله يشوف المربي والله كان يعتقد انه مرتاح يتفاعل ولا اللي تلاقي يتشندس الطير عرف شلون ينزل راسه ويفرش ذيله وجنحانه فيعتقد المربي والله كان متفاعل معي لا ترى هو قاعد يتجنب عمليه دفاعيه قاعد يحاول انه يتجنب لانه ماكو مجال عنده هذا نقول نقص الخبره تصير عند المربيين نفسه فعنده هذا الجانب يعني لما ترد حق حياته الفطريه بالطبيعه الطير وقت السباحه ما يسوي هذه الحركات صحيح مجرد انه يغطس راسه بالماء ويرفع يوزع ينزل الماي على الظهر بعدين يبدي يحضن الماي ويرفرف بجناحه يغلغل الماي تحت حاول يوصل عرف شلون عقبها يطلع يرفرف بجناحه ينفض الماي الزايد صحيح. عن جسمه وعقبها يبدي يمشي القطرات مالت الماي باقي الجسم وهني خلاص يكتفي بهذا السباحه وهو سباحته ترى بصوره يوميه بحياته بالادغال بالغابات بصوره يوميه بالمنزل احنا نحتاجها يوميه ابو عبد الله بالمنزل نحتاجها هم يوميه لان تحتاج نكتبها الطير يوميا لان مو بس نظافه ترى تعمل عملية ريلاكس هدوء الأعصاب. صحيح. عرف شلون؟ تجدد الدورة الدموية مالت الطير. تجدد حركة نشاط الطير. تنشط الطاقة الذهنية حق الطير.
ترفع من الطاقة الحركية مالته. فهذه فوائد السباحة، مو بس نظافة ما شاء الله، عرف شلون تعطي نشاط. يعني مثال خلينا نقول اللي اعتاد السباحة من البشر، اللي اعتاد السباحة الفترة الصباحية أول ما يقعد من النوم يتسبح، لازم يسبح. إذا ما سبح يحس إنه أكو شيء ناقصه، متضايق، نفسيته تتعكر، في شيء ناقص، أكو شيء وايد ناقصه. صحيح. فلازم يسبح قبل لا يطلع أي مشوار أو يبدي يومه بالسباحة. صحيح. فنفس الطريقة ترى الطير هم يبدي يومه بالسباحة. خلينا نشوف ما شاء الله، هني بالورشة عندنا أشياء كثيرة، يعني أنا قاعد أشوفها الحين إنتاج نقول كويتي وطني، إنتاج محلي وطني، أيادي، يعني للأمانة شيء مرتب، يعني مثل ما تشوفون يعني شيء مرتب. كلمنا عنه أبو عبد الله. بالنسبة لي يعني من الداعمين للشباب بالنسبة حق الحرف اليدوية، تبارك إنتاج الوطني، إنتاج وطني حاليا الموجود عندي بالورشة 90% خلينا نقول منه، اذا مو ازيد. انا قاعد اشوف زود 90 بعد ما شاء الله، اذا مو ازيد كله منتج وطني او صحيح. حرف يدويه. انا قاعد اشوف منتج وطني وبمعايير ما شاء الله، يعني تبارك الله، يعني وصلوا الشباب تبارك الرحمن ما شاء الله للاحترافيه بالعمل. صحيح. يعني وصلوا الى على قولتهم اعمال مصنعيه خلينا نسميها، او تحدي المصانع بالحرف اليدويه، وان كان معظم الخامات خامات أوروبية. صحيح. ولكن تبقى عندك الصناعة، صناعة يدوية. صحيح. كويتية. انت يعني نقول أخذوا خامات أفضل. خامات أفضل يعني بالنسبة حق معظم الألعاب هذه عندك الملونة، هذه خامات أمريكية. بالنسبة حق الخشب، الهارنس كذلك اللي هو الاسديري. الاسديري. هم خامات أمريكية، صناعة كويتية. بالنسبة حق البايبات الموجودة على الستاندات هم خامة كويتي. أمريكية، صناعة يدوية أو تجميع كويتي. بالنسبة حق الأخشاب، الأخشاب هذه الموجودة بالنسبة حق المجاتم اللي يوقف عليها الطير، أو بالنسبة حق الألعاب الخشبية كلها صناعة كويتية أو ما شاء الله. حرف يدوية كويتية ما شاء الله عليهم. نشوف عندنا هنا ادويه ابو عبد الله قدامك، ودنا شوي تشرح لنا يعني لو شرح بسيط عنها. بالنسبه حق الادويه نبدي بهذا العصار اللي هو المنتج الاسباني. دائما انا والعياذ بالله من كلمه انا دائما احب اجرب على طيوري بالبدايه، عشان بالبدايه واشوف شنو جوده المنتج نفسه. هذا الصح اذا بتتكلم، عرف شلون؟ بعدها لان اكون انا مصدر ثقه حق الهواة نفسهم، اذا ما جربت المنتج ما اقدر اتكلم عنه، ما اقدر اتكلم عنه. صحيح. فهذا جربته يعني كون دششت. شنو المنتج هذا؟ هذا المنتج حق مشاكل الفطريات مالت الاقدام. تمام. عرف شلون؟ والاظافر والمناغير، التشققات اللي تحصل داخل الاقفاص طريقته مثل المرهم يعني بالضبط. كريم، هذا مثل العصار كريم. أي. مجرد ان نعصر جزء بسيط نمرر كذي باصابعنا بهذه الطريقه وندهن القدم بالكامل، جلده القدم كامله مع طبعا. الاظافر وبالاضافه الى المناغير نفسها، اساس ان التشققات مالت المناغير مثل نقول ترطيب تتلاشى. ترطيب ومغويات فيتامينات في عاليه، وتبعد عن الفطريات. تبعد عن الفطريات والتشققات، أنا الطيور بينها وبين بعضها تتناجر وتتهاوش. صحيح. ففي بعضهم توصل لمراحل كسور داخل المنقار. صحيح. فيصير فيها ترسبات داخل الأوساخ، عرف شلون؟ الأوساخ تسبب فطريات وعفن وتلف للمنقار. تتحاول تتفادى الشيء، تتفادى بالحمية هذه. علاجة. فهذه هني المنتج هذا الأسباني وايد ممتاز، وأنا جربته و ما شاء الله، ومن أروع ما يكون. نشوف هناك عندنا غرفة الإسعافات الأولية. اي نعم، تكلمنا عنها. الإسعافات الأولية هذه غرفة والكبت ما شاء الله ما إسعافات. طبعا البعثرة الموجودة هذه لازم حزة الشغل الاحتيال. لازم اللويا هذه وتصير طبعا، فعلى ما تتركب إلا داشة غرفة طوارئ حالة يعني. فهذه غرفة طوارئ الأرض. صحيح. فاعتمادنا أكثرها أدوية بشرية، البيتادين.
أيه. الموجود العلبة الخضراء اللي قاعد تشوفونها داخل الكبس. صحيح. عندك الشاش، عندك أعواد الرصاص هذه حق الأوعية الدموية وقت اللي يصير عندك حالات النزيف، البلاستر مال البلاستر هذه الموجودة كلها اللي قاعد تشوفونها إسعافات كاملة ما شاء الله بالكبت، هذه كلها إسعافات أولية، وكذلك اللبس اللي شايفينه محطوط على الحيطة هذا لازم احتياجات هذا على أساس إن نحمي نفسنا من ملابسنا لا تنتلف بالدمان وهالأمور هذه، فلازم فترة الإسعافات الأولية لازم نلبس هذا اللبس، لبس العمليات والقلافز طبعا هم حماية للطير نفسه والكمامات على أساس هم حماية حق النفس مالنا والأمور هذه. فنبدي نسعف الحالة من بهذه الغرفة الصغيرونة المتفاضعة اللي قاعدة تشوفونها وتكون على قولتهم كإسعاف أولي. صحيح. وليس علاجي. هي مو علاجي مثل ما بلغتنا كحالة طوارئ. إيه لأن أنا خصوصا في الأوقات المقفلة. أنا ماني دكتور، أنا مجرد هاوي. صحيح. مجتهد ومسعف للحالة ونوقف حالات الخطر اللي تصير فقط لا غير في وقت الضرورة نقول. وقت الضرورة نرجع حق الأدوية الموجودة عندنا على الطاولة. بالنسبة حق هذا اللي هو الار اتش، هذه أدوية احنا قاعد نستخدمها عندنا داخل المحميات واعتمادنا كل أساسي عليها. هذه أدوية اللي هي العلب الأربعة اللي قاعد تشوفونها البيضة، مغيبين اسم الشركة أو المنتج، كون ان احنا قاعد ناخذها بدرامات كبيرة حق المحميات مالتنا. صحيح. فقاعد نحطها بعلب صغيرة مناسبة حق استهلاك المربي حق طير واحد. صحيح. حق الفترة الزمنية اللي يحتاجها. بالنسبة حق هذه اللي هي الار اتش، هي حق مشاكل الريش، عرف شلون التلافات مالت الريش، بودرة بودرة، هذه كلها بودرات. تمام. بالنسبة حق الدي اللي هي المشاكل الجهاز الهضمي، عرف شلون كلها بالتغذية، كلها بالتغذية، في من الجانب الماي وفي من الجانب الماي الشرب وفي من جانب الأكل. الثاني اللي هو حرف الاس هذا اللي تحت. تمام. اللي هو الشاور باث حق السباحة، هم علاج، هم جانب علاجي، أملاح طبيعية تعطي على قولتهم جانب مرونة حق الجلدة أو ترطيب الجلد الطير نفسه. صحيح. عشان لا يصير تشققات والهرشة والحك، فيحتاج أنه يرطب جسمه. إحنا اعتمادنا اعتماد كلي حق المحميات داخل فيها على أساس أنه حق فترة الحضان يكون الجسم سليم خالي من أي قشرة وأي فيروسات ينقلها حق. صحيح. حق قشرة البيضة دائما نفسها. سبحان الله، يعني النجاح يحتاج أنك تكون دقيق ومسبق، نقول احنا بالكويت مسبق حق الاحداث، مزهب الدوه قبل فلع عدل. تمام. هذه بالنسبه حق العلبه الكبيره اللي هي حرف البي. سميناها احنا الباور. تمام. اللي هي منشط عام، عرف شلون حق احتياجات الجسم في بعض احتياج شنو ديلي يوز تكون استعمالها ديلي. نعم. يعتبر كورس، يعني من يخلص هي تقدر تعطيها حتى من جانب الطير الصاحي اللي ما يحتاج. صحيح. بس مجرد تنشيط، إعادة تنشيط حقه. صحيح. بعيد عن جانب التنشيط الجنسي. صحيح. هذه مجرد تنشيط الجسد نفسه، ترفع من طاقات الطير نفسه ونشاط الطير وهالأمور هذه. إذا كان الطير شوي خامل. خامل الطير، والله صار له فترة ما قمت أشوفه يتكلم نفس قبل. طاخ حالة تملل صارت معه. صحيح. فهذه نعطي على قولتهم جرعة تنشيط. نشاط حقه. صحيح. عرف شلون؟ وطعم لاقي استحسان الطيور، معظم الطيور، يعني خلينا نقول 90% من الطيور ما شاء الله تقبلت الطعم ماله، ومن اروع ما يكون. ني حق عندنا الاخير هذا، ني حق الاخير هذا منتج امريكي يعتبر 13 فيتامين او 13 عنصر غذائي، هم يعتبر فيتامينات، يعتبر يعتبر كمكملات غذائيه ويعتبر كوقايه ويعتبر كعلاج. شنو احتياجي له انا كمربي بعد؟ كمربي انت احتياجك اذا كان طيرك صاحي ما في شيء. تمام. نفس الطير اللي عندي انا اللي من ساعه شفته. صحيح. ما شاء الله.
هذا انا قاعد اعطيه انا بصوره يوميه، قاعد اخلط له اياه مقدار ملعقتين همبولر على مشربيه، نعم ملعقتين على مشربيه الماي. طبعا نوضح حق المشاهدين الطير هذا توه جديد عدل، هذا صار له تقريبا 4 إلى 5 أيام من اخذته، يعني صداقه جديده، صداقه جديده، دراسه جديده، دراسه جديده، لا دراسه بالنسبه حق سلوكيات، اقصد السلوكيات صح، السكارلت ماكاو عارفينها ولكن مرة عليك اكو سلوكيات شخصيه صحيح، فالسلوكيات الشخصيه لابد تتفاوت بين طير وطير، ولازم الواحد ان شاء الله يبارك لك فيه التجربه. الله يبارك فيك ويسلمك. خلصنا منهم هذيلا ورد حق المنتج الاخير، المنتج الاخير اللي قلت لك نفس ما قلت لك اللي هو 13 فيتامين في صحيح، اللي يحتاجها الجسم بالكامل، ينعطى حق الطير الطبيعي اللي هو الطير الصاحي اللي ما يشتكي من شيء، ينعطى داي باي داي او تقدر بصوره يوميه. تمام عرف شلون. وبالنسبه حق العلاجيه لا، راح ترفع على قولتهم الجرعات، بدال لا تغير الجرعة ملعقتين على مشربيه الماء تصير 4 او ملعقه على الخلطه مع الاكل. تمام. حق العادي لا تصير ملعقتين حق الطير شويه تعبان. طبعا التعبان ما حاكيك عن التعبان اللي يحتاج تعب ادويه ثانيه، لا حاكيك حق بدايه الارهاق، بدايه الارهاق تقدر تعطيها، تقدر تعطيها، اما اذا استفحل المرض لا ترجع لعلاجات اخرى، هني دور البيطري عرف شلون، ترجع حق البيطري يكتشف يكشف على الحاله ويعطيك احتياجاتها ويعطيك العلاج البناء عليه. صحيح. شلون نشوف البيطره عندنا بعد شغل البيطره كالطيور بصوره عامه؟ يعني فيها نقصات، في نقصات وايد ولكن نوعا ما راضين عليه ان شاء الله. ماشي. يعني يعني يمكن اكبر نقص ان نشوفه مو بس على طيور، على جميع عزك الله الحيوانات. نعم. اللي هو وقت فترة موسم الأمراض يعني، وعندنا مشكلة بالمستشفيات إن لها وقت وتسكر بالضبط، يعني إذا احتجت وصار طارئ أو شيء هذه مشكلة ما تقدر ترجع لهم إلا في وقت اللي فاتحين فيه على ساعات العمل مالت. أيوة. وإن إن في يعني جزاهم الله خير بعض الدكاترة من عيال الديرة نفسهم يعني صحيح فاتحين موبايلاتهم على مدار الساعة ما شاء الله، يعني خصب الذكر الله يذكرك بالخير ابو خالد الدكتور عبيد ابو خالد العازم. مسي عليك ابو خالد. اي هذا يعني من الجنود يعني المجنده حق صحيح، قابلنا من قبل عرف شلون، هوات على قولتهم اعتماد معظم الهوات عليه. فكذلك عندنا يعني وايد من وايد من البياطره عندهم هذا الجانب، ولكن يعني حاليا المتصدر بالساحه يعني قدام عيون الهواة ابو خالد. لا ما انا كرأي شخصي ابو خالد يعني حتى بالتليفون ما يردك، لا سيف مجرب تبارك الرحمن، سواء ارسلت له واتساب او كلمته ما يعني يتردد، يعني الخط الساخن على مدار صحيح. الساعه موجود عنده. الله يعطي الصحه والعافيه. الله يعطي الصحه والعافيه. برجع على نقطه انا ما يعني ما كلمتك فيها في الازواج الانتاج، انت كلمتني على النشاره، نشاره الخشب. نعم. قلت لي انا استعمل نشاره اللي يعني نقول عسكم الله الاوساخ الارضيه، ونشاره مختلفه للعشاش. شنو الاختلاف بعد ذلك؟ بالنسبه حق نشاره الارضيات تمام، اللي هي حق فضلات الطير نفسه او اللي خلينا نسميها الفرشه النظافه صحيح، هذه ما عندي مشكله اي نوع باي شركه اي منتج احطه، لان هي ما راح تقرب رايحه وانت بكرامه بالحاويه تتبدل يوميا ورايحه الحاويه، ولكن لما ندش حق داخل الاعشاش هني لا، لازم نحطها تحت المجهر، فلابد ان نعتمد على نشاره من ضمن قياسات عالميه. شنو قياساتك كنظافه يعني ابو عبد الله؟ الغبره تلعب دور صحيح، على قولتنا القشبار الزايد، خلينا نوضح الكلمه القشبار صحيح. اللي هي العواد العيدان هذه المدببة، هذه يعني أنا ما عندي استعداد أني خسر زوج أو فرخ، أخسر فرخ أن مخرومة حوصلته بسبة عود نابت بحوصلته، ولا بسبب له جروح ولا ذبح بسبة رداءة منتج صحيح. عرف شلون، فأنا ما جازف بخط الإنتاج باختيار على قولتهم نشارة نوعية تعبانة صحيح. عرف شلون،
فاعتمادنا على في شركات اعتمدت عليها عالمية وممتازة. وعلى اعتمادها قاعد تشيك من وراها عبد الله والله يعني شوف اعتمادك عليها. بالنسبة لنا احنا لابد ان في اختبارات على كل كيس نفتحه اي لان ما نبي نجازف. صحيح يعني خط الانتاج عندنا لعبة مواسم، ما نبي نضيع علينا الموسم اللي راح عليك تنطر الموسم اللي وراه بسبة يعني على قولتهم نشارة مكلفتنا دنانير يعني. صحيح عرف شلون؟ ما تسوى العمل فما يعني. ما تسوى الواحد يتبخل على شيء يوصل حق الطامة الكبرى يعني فيه. فعشان كذي انا اعتمادي بالنسبة لي انا او خلينا نسميها اعتمادنا كاتحاد منتجين طيور الناطقة في الكويت اعتمادنا على النشارة الألمانية، احنا نستوردها حق روحنا فقط للمحميات لاستعمالك الشخصي مو جانب تجاري. صحيح. ما عندنا جانب تجاري لها، يعني نغطي بس احتياجاتنا حق نغطي فيها المحميات مالتنا اللي تبع الاتحاد. بالنسبة حق نشارات الفرشات الأرضية لا، قاعد نعتمد على المنتجات الموجودة سواء المنتجات المحلية أو المنتجات المستوردة. صحيح. وهذه يعني بالنسبة حق النشارة. الله يعطيك الصحة والعافية أبو عبد الله. نقطة أخيرة بنختم فيها، أنت ذكرت لنا خانة ما شاء الله، وش الله يبارك لك في حلالك كله. الله يسلمك ويزيدك من خير. الله يحفظكم. أم الخير عدل. أم الخير. شنو موضوع أم الخير؟ أم الخير أنا دائما يعني شوف سابقا أنا كنت جنيت اللي هو فئة الكروان. تمام. اللي يسمونه الكوكتيل. الكوكتيل. فكان عندي زوج بسميه الزوج الخير. زوج الخير اللي هو اول زوج يفتح عندي ما شاء الله، اول زوج يفتح عندي بالمحميه فاسميه فاتحه الخير. فاتحه الخير عرف شلون؟ فخلاص هذا بالنسبه لي يكون الزوج المغرب للقلب، هذا الخصوصي. فهو الاعتناء على الازواج كلها طبعا. لكن نقول المحبه زايده بس هذا لا تغرب. لا برستيج خاص. هو على قولتهم هو اللي ابدي، هو اللي بلش اي ابدي، هو اول بعدين الباجي ما شاء الله. يعني من ناحيه لو ابي ادش من جانب تنوع الغذائي، يعني مثلا عندنا كل يوم اثنين يوم الفواكه العالمي ما شاء الله. فاول ما ابدي معون الفاكهه، معون الفاكهه هي يعني من راس مرفوع هي حق ام الخير وريلها ما شاء الله. اي بعدين الباجي. كذلك لما ندش على جانب البقوليات او التنوع الغذائي، التنوع الغذائي ككل يعني، لان عندنا احنا كل يوم من ضمن الجدول كل يوم لنا نوع من انواع التغذيه لهم، بالاضافه الى الاكل اللي هو الاكل الصحي الامريكي اللي هو من شركه زوبريم، هذا كشيء وجبه رئيسيه اساسيه لهم. صحيح. بس التنوع هذا لابد منه، عارف شلون؟ عشان لا يصير في جانب التملل عند الطير. تملل وتكون انت غطيت احتياجات الطير نفسه كامل. بالضبط بالضبط ما شاء الله. عشان كذي انا يعني دائما اتطرق حق ام الخير على هالجانب هذا، لان كون احنا اول زوج انتج عندي داخل المحميه. صلى الله يبارك لك في حلالك يا عبد الله. شكرا لك لوقتك. الله يحفظك. شكرا لروحك الطيبه حبيبي. ان شاء الله بنشوفك في حلقه جديده ان شاء الله، حلقه قادمه باذن الله، وراح نشوف انتاج جديد ان شاء الله وشيء جديد ان شاء الله. انتم عاديتوا بوقت يعني على قولتهم حصدنا الانتاج اكيد. عسى الله يبارك لك ان شاء الله في لنا مره وزياره ثانيه لك مره ثانيه. شكرا لكم على متابعتكم، مشكورين، وتابعونا ان شاء الله في حلقه جديده مع اخونا حسين مندني ابو عبد الله. مشكورين، حياكم الله.